هو واضح انه الراجل بيشتغل بطريقه معينه ولو اختيارات، بيبقى هو باني الاختيار ده على حاجات في دماغه. طالما ده هيؤدي بينا لتحقيق الهدف احنا موافقين. يعني تخيل بقى تنازلنا عن حقنا في مناقشه الاختيارات بشرط ان هو يحقق لنا الامل اللي احنا عاوزينه يتحقق. فطبعا في اسماء كتير بره الاختيار، منهم محمد شريف، احمد رفعت، مجموعه يعني في عدد من اللاعبين، لكن الاختيارات اللي هو اختارها واضح ان هو ما غيرش كتير، يعني هو مؤمن بمجموعه معينه. طبعا خلاص القايمه اعلنت، بس احنا دايما ما فيش عايزين انتقادات في الفتره الحاليه، خلاص الموضوع عدى. احنا ورا اي 11 لاعب هيشارك، وان شاء الله يبقى كلنا امل ان احنا نحقق الفوز ونحقق نتيجه من الماتش الاولاني عشان خاطر تريحنا في ماتش العوده ان شاء الله. طبعا يعني كان في ارهاق كتير واللعيبه مجهده بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت. اتمنى ان يبقى في حاله الاستشفاء اللي هيعملها مستر كيروش للعيبه ترجع اللعيبه دي تاني لنفس فورمه كاس الامم الافريقيه ونهايه المباريات، وان احنا نحقق نتائج كويسه، لان ده هيفيدنا كتير جدا ان احنا نلعب ماتشين على اعلى مستوى، خاصه ان الموضوع ما بقاش خلاص هو حياه او موت زي ما بيقولوا، هم مباراتين نصعد كاس العالم ما نصعدش. ان شاء الله نتمنى ان احنا نصعد ونحقق الانجاز. ليس في الامكان افضل مما كان، لان لو كنت سالتني السؤال ده من مثلا من شهر ونص او عقب، تحديدا عقب مباراه النهائيه لكاس الامم الافريقيه ما بين مصر والسنغال، كنت اقول لك حظوظ مصر اعلى. ليه اعلى؟ رغم ان احنا خسرنا، اولا احنا خسرنا ضربات جزاء، يعني ضربات ترجيح، يعني ضربات حظ. كمان في عند اللعيبه عندهم نوع من الصقر الكروي، طبعا اكيد منتخب السنغال منتخب قوي يقدر منافس عنيد، اكيد يستحق البطوله، لكن منتخب مصر ما كانش سيء. لكن للاسف منذ نهايه المباراه النهائيه حتى يومنا هذا، وللاسف المنتخب مصر او معظم اللعيبه المحليه تحديدا مستواها الكيرف نزل شويه. كارلوس كيروش هو بس اللي يسال عنها بعد انتهاء الجولتين، اختياراته هو المسؤول عنها، سواء بضم عناصر كانت جديده، شفنا رجوع بعض العناصر زي قفشه، زي عمر جابر، حتى في الهجوم كل العناصر هو بيختارها وفقا لمتابعته للدوري المصري وحتى الدوريات العالميه اللي فيها المحترفين. شفنا برضو غضب بعض اللعيبة اللي ما كانوش متواجدين، ولكن المدير الفني لا يسأل عن اختياراته إلا بعد النتيجة النهائية إن شاء الله، اللي بإذن الله نتمنى تأهل منتخب مصر على حساب منتخب السنغال.